عودي معكم لمتابعه عالم الصباح لليوم الاربعاء 8 حزيران. برجع بذكركم خلال شهر رمضان المبارك رح يكون اسره عالم الصباح بزياره لجميع الجمعيات تقريبا وبعض النشاطات والهدايا اللي رح نخدم معنا. بدي اذكركم كمان بالسلفي ومسابقه يوميه، فيكم تبعتوا اي صوره سلفي وعالم صباح خلفي لاي شخصيه من شخصيات عالم صباح تبعتوه على 03-010-533 وجوائز هن تيكتين سفر من نخال ترافل السياحه والسفر. كل يومين رح نسحب اسم لاجمل صوره واجمل فكره بالصوره اللي بتنبعت سلفي لا هالرقم هيدا. وصلنا احنا وياكم للسينما مع غيدا وضيفه بالاستوديو مخرج فيلم صمت شادي عمر. صباح الخير غيدا، صباح الخير شادي. صباح الخير جوزيف وصباح الخير لشادي، اهلا وسهلا واكيد لكل المشاهدين. ميرسي كثير على المعايده قبل الصبح. فينا نجي نعايدك هلا؟ فيك ترجع ما بيأثر، انا بستقبل على مدار الشهر. لكل يلي بحبوا ليز ذا بيرثدي وين ما عندي مشكل، انا اوبن. ينعاد عليك عملي. اكيد ميرسي كثير جوزيف وميرسي كثير لكل اللي عايدوني لانه الحمد لله هيك غمروني بمحبتهم. الحمد لله هذا الشيء هيك بيبسطني دائما وبيكبر لي قلبي. يعني بقى انا هلا موجوده هلا وعالم الصباح خلفي، فيني اخذ تكتات السفر؟ طبعا. مش عيد ميلادي؟ طبعا. رح ابدا مع شادي. شادي اول شيء مبروك الجائزه الاولى باللبنيس فيلم فيستيفال اللي صار مؤخرا. الجائزه الاولى ببيست فيكشن لافضل فيلم قصير. بقى هذا الشيء فعلا بيسعدنا لما بنحس انه هالمهرجانات عم بتشوف قديش في طاقات كبيره عند الشباب وعم بتشجعها وعم تعطيها جوائز لحتى تمسك بايدها وتحسسها انه هي اكثر قادره تعطي باطار السينما اللبنانيه اذا فينا نقول. مشاركتك باللبنيس فيلم فيستيفال كيف كانت وصولا لوصولك للنهائيات بالمهرجان؟ كيف كانت هلا اذا في ارجع شوي لورا بدي ارجعكم شي 10 سنين لورا. كان هيدا فيلم التخرج تبعي، كان اسمه لو بيزي، فيلم 5 دقائق. كان اول فيلم انيميشن بعمله ونأخذ باللبنيس فيلم فيستيفال. على وقتها كان اسمه نا بيروت. صح، غيروا له اسمه هلا. وقتها حطوه باول ليله افتتاحيا. بعد شيء كنت انه ما كنت افهم كثير شو البعد لكل هذا الموضوع، انه انبسطت وكذا. 10 سنين من بعده وتعملت اول فيلم لإلي هيك مهم، رجعوا حطوه للافتتاحيه فتحت الفيستيفال فيه. سو كثير انبسطت، قلت انه واو مقدرين، خصوصا انه انيميشن، خصوصا انه غير ميديم عن الفلوم الموجوده اللي هي ريل فوتج. بقى لإلي اكتفيت، ما كنت موقع انه حكون بالكومبيتيشن او حتى اربح. ومنه بس فيكشن شورت، بس فيكشن توكو. صحيح، يعني فلومي فيها اطول واصغر. انه مزبوط، هو مثل في يكون تريلر لفيلم اكبر يعني. لتس هو لإلي ايه. هيك صح، يعني عندي هيك تريلوجي براسي جاي بلا اعملها. بس سو كنت انه مسرور كثير، ما انه شو بدي اقول لك. وين درست شو؟ انا درست بالقلبة. بالقلبة كنت رحت سنتين على فرنسا بعد المدرسه، اعمل بيسموهم ديزاني بريبا، وين بحطوكم ترسم سنوات تحضيريه هي. وبعدين رجعت على لبنان. هو انا كنت هربان من لبنان اصولا، ما بدنا كنت بدي اغير جو، يعني كان عمري 17 سنه. وما كان في انيميشن بلبنان بعد اصلا، بقى اهلي لازم اعمل انيميشن برا، ما في هون هالشيء. رحت مش مشكل طول ما انك انه رحت ورجعت بعدين الحمد لله. وقت رجعت اجت صار في كان اول جامعه القلبة هي بتفتح السكسيون انيماسيون وفاتت فيها وتخرجت بعد كم سنه وضليتني. وهذا الشيء اصلا هون يعني صدمتني اول شيء لما تعرفت عليك. اول شيء قلت لي انا تخرجت من 10 سنين، مع انه واحد بيعطيك اصغر من هالعمر، وهذا الشيء بينبسط فيه يعني. المكياج هالنوج هو ما بعرف شو عملت، قلت لي ليفتنج. شو اسمه توم اند جيري اللبنانيه كانوا يعني هانا بربير. هانا بربير مزبوط، مش غلط. شفت شادي عون ود بي ذا نكست وان ان شاء الله. وهذا الشيء عم نبلش نشوفه اصلا على الارض، يعني على صعيد لبنان وايضا على صعيد مشاركتك هلا بمهرجان لوس انجلوس كمان اللي صار وافتتح وتم افتتاحه كمان بمشاركه فيلمك. الافتتاح لا مش الافتتاح، المهرجان ايه. وهذا الشيء كمان يعني مرق الاحد. مرق الاحد الماضي، بنقول لك كمان مبروك هالمشاركه المهمه لانه بنعرف قديش بيوصلوا الافلام
وبعدين بيتم اختيار الفيلم اللي بدهم يعرضوه. وهون يعني انت فضلت تكون بلبنان موجود مع فيلمك بالمهرجان اللبناني من انه تروح على امريكا. اكيد اكيد. شفت كيف لبنان رجعك لعنده. خلينا نشوف هلا تريلر فيستيفال الفيستيفال اللبناني وبنرجع بعدين بنشوف كمان رشز من فيلم صمت. اوكي. هون عم نشوف تريلر تبع صمت. هلا بعد شوي بنرجع نشوف مشاهد من اللبنانيز فيلم فيستيفال. الفيلم بيعبر فعلا عن شادي، يعني شادي اللي بيحب يرسم، اللي بيحب يرقص، واللي بيحب يعبر عن افكار موجوده جواته. خلينا نحكي عنهم خطوه خطوه. الرسم هو اول تعبير يمكن بيبين معنا على على الفيلم. خلينا نشرحهم ونفصلهم وحده وحده. اوف اوكي، انا هيك ببلش استرجل خلاص. انت اذا هلا اذا بدك فينا نفصلهم، بلش بالرسم ولا نبلش بالتعبير لانه اسمه صمت؟ مثل ما بديك انت تسالي، هو اسهل اذا بتسالي وانا برد. اوكي بنبلش يعني. فاذا بالتعبير لانه اسمه صمت. صح. وهذا الشيء يعني صمت، يعني ما في واحد يقدر يعبر انما بطريقه معينه. اول شيء واحد لما بيقولوا له اكتب شو او شو فكر شو كيف بتفكر بالمواضيع، بيعطوه اوقات ورقه وقلم بيقولوا له ارسمها. وهذا الشيء اوقات بيصير مع الولد الصغير حتى لانه اول طريقه للتعبير عنده. صح. انت كشخص هلا حس حالك عايش بهالمجتمع، قديش حسيت انه هالكمبيوتر قادر يوصل لك افكارك من خلال الرسم؟ هو بصراحة مش الوحيد، لأنه بعبر كمان بجسمي. لأنه مثل ما قلت بحب الرأس. صح. ولإلي طريقة التعبير الأولية لإلي هي الرأس. أسهل دغري بيطلع. الرسم والأنيميشن تقعدي عندك تتعملي ثانية بدك. أنا بهالفيلم عملته ب 12 صورة ثانية. عادة إذا بنحكي على مثل فلومة مثل ديزني أو لونج فيتشرز بياخذوا 24 صورة لثانية واحدة. كل واحدة مرسومة ملونة كذا، يعني بتقعدي فيك تحسبيهم يعني 15 مينوت على 12 صورة. صح، 24 فريمز بير سكند. اكزاكتلي. بس كله بديك تعمليها. سو طريقة التعبير هايلة لإلي، بس بتاخذ سنين وبتاخذ كثير وقت. بس لإلي هي الطريقة الوحيدة إذا بديك توصل بين الرقص والرسم، لأنه بهالمجتمع كله كيف بدي اقول لك؟ عبر مش حقول مسيس او محزن. هو مسيس ومحزن. مش مشكل، قول اللي بدك. وانا من الاشخاص اللي ما كثير عندهم محل بهالمجتمع، يعني مقفي. واصلا بنشوف بالفيلم الشخص الرئيسي اللي عنده العيون البيسه الكبار منه عايش بالمجتمع ولا قايم ضده. من زاوية محايد نوعا ما. محايد. والمدينة هي مدينة بالنسبة لي كتير حلوة. فيلم اسمها غبرة. هي السيستم اللي جواتها اللي كسرها، مش لأنه هي المدينة سوداء وبيضاء ومش حلوة. بالعكس أنا بموت فيها. بقى طريقة تعبيري هي إيه ورا الكمبيوتر. هذا المناضلة اللي فيها أعملها. أنه أعبر عن رأيي، لأنه السلاح مش لإلي أبدا، والتكسير والتدمير مش لإلي. محلنا كتير صغير ونحن منا الماجوريتي بروبابلي بالبلد. ولا نحن كتار بس لازم نحن نفكر كتار بس نحن كتار. ما في كتير عنا صوت. يعني اذا بدك توصل الصوت كله بالغش بيروح، يعني ما شوية مسخرة. الرقص تاني ميديم او تاني طريقة للتعبير هي الرقص. صح. اللي هي كمان شغفك هلا مع انك مش بلشت فيه من زمان. من 3 سنين تقريبا بلشت بالرقص. من ايش 3 سنين ونص. كانت اختي وسهري اخذوني احضر بالمدينه لي 30 لندى كانو. ما كنت سامع عنهم ابدا. الكومباني اسمها بيروت دانس كومباني،
وانبهرت لانه شفت عالم عم ترقص على الستيج يعني نيفو انترناشونال. شو هالشيء؟ وينهم؟ وين مخبيين؟ ليش ما بعرف عنهم؟ والكوريوغرافي والكونسبت كان انه كنت هيك قاعد يعني عم نملوا اجري وبدي بس اطلع كون معهم على الستيج. بعد دقيت الباب دوري من بقى من ورا ما شفتها شيء. قلت لها بدي اجي، قلت لها تعا تفضل. صرحت بالشارت والتنس شوز وكذا وكله عم بيعمل كلاسيك والباغ وحالي مشتاق وعمري مش عامل كلاسيك هذا الشيء من بلشه انا وصغير. قلت لي بلش شوف. بلشت انا عندي موهبه بالرقص بحب من قبل يعني من انا وعمري 12 13 سنه بس ولا مره درسها. سو بعد شي شهرين اجت قلت لي جاوبك تطلع على الستيج مرنك. قلت لها ايه يلا وبلش العصر. والشغل وهون ساعتها شوي اضطريت تضب صمت على جنب كبيته مش ضبيته. ايه 3 سنين ونص يعني كنت تقريبا مش قادر تتوعاله مزبوط ابدا ولا ايه. ولا للشغل ولا خلص فتت فيها. ايه وبدك تعملي الرقص بطريقه محترفه لازم تشتغلي كل يوم وحتى الويكندز يعني الجمعه السبت والاحد كنا نضلنا الساعه 12 وحده الصبح هليك بس انه very rewarding. ايه صحيح بالأحيان. وعملت كمان شوز مش بس بلبنان خارج لبنان كمان. ايه انعزمنا من اليونسكو بفرنسا باريس لوقتها كان في الكاب 21 للبيئه. انعزمنا لنسكر اختتام اذا بديك مش مهرجان الايفنت. وعرضنا بوردر لاين اللي هو كمان شغل ندى كانو. ثقيله انه مش حاضره ولا واحد. ما هو هيك بدي احضرها. شفت انت من 3 سنين ما كنت سامع عنا لندى صح بقى هلا انا هلا فرصتي في مشكله بهيك بالكوميونيكيشن بدنا نوصل ان شاء الله بركي بكره شي نهار بتكون معنا ندى هلا باخذ دغري منك رقمها وبتكون معنا بحلقه ان شاء الله على الهواء بنشوف شغلها مزبوط على الهواء. عامله شيء كثير لذيذ كمان عامله بروجي اسمه بيروت دانس بروجكت. جايبه اولاد من ديفافوريزي اقل حظا بالمجتمع. ايه وعم بتعطيهم منحه ليكون عندهم درس يكونوا محترفين كلاسيكيا بالرقص الكلاسيكي. بقى بدك تشوفها شو مهضومين لانه جايين من كل الانحاء. وين امتى رح يكون؟ هو صار له هذا البروجي شي لا بس امتى رح يطب يعني رح يبين رح نشوف هلا شو قريبا لإله؟ هنا عم بيعملوا كل سنتين عم بيعملوا ايه عملوا لبالي لبات عملوا طيب يلا ان شاء الله لكن وبس انه عازمين يعني بيشتغلوا كل يوم هن بس خلص نوعدك اكيد ندر بتكون معنا ضيفه كثير قريبا بالاستوديو. بدي استغل وجودك شادي انت كمان اشتغلت على شركه خاصه فيك وعم تشتغلها انت لحالك حاطط فيها كل شغفك اللي هو الرسم والرقص انما والانيميشن كمان والاساس فيها واللي انا كثير حبيته هو انك عم تشتغل كثير لمساعده كل الجمعيات الغير حكوميه اللي عم تساعد اطفال وعم تساعد اشخاص اقل حظا بالمجتمع كمان. كيف اشتغلت على هذا الموضوع؟ اقل حظا بكثير بكثير اشياء بحياه كريمه ما بيقدروا يعيشوها. هو لانه اوكي شركه اسمها يلو ستوديو كان بلشنا انا ورفيقي جاد ساروت وقت كنا بالالبان بلشنا نشتغل بس كان بالاعلان صار عم بتطلع فيها ما تعطل انا عم بسمع ماني معود كون دبلوماسي عم بسمع وكنا نشتغل بالاعلان يعني نعمل ستوري بوردز انيميشن صغار كونسبتس لوجوز بلا 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 طفشت من الاعلان كليا نقلت ونقلت وصرت اخذ بروجيات اتعرف على ان جي اوز يعني منظمات غير حكوميه مثل اليونيسف يو ان اتش سي ار يونيسف ريجونال اي ال او اللي هي ليبر اورجانيزيشن كفا لحقوق النسوان اكسترا وبروجيات صارت بروجي للثاني هيك انه انفتح الهورايزن تبعي واو شو فينا نجرب نساعد هلا بصعوبه لانه كل شيء تغيير وتثبيت بياخذ وقت كثير يعني صح. التدمير والقتل اسهل بكثير ما في اسرع منه للاسف سو كان في مثلا بروجي من سنه ونص كثير مهم لانه كان في الابيديميك البوليو رجع على المنطقه اللي هي صار لها 20 سنه غايبه كليا ورجعت مع كل المصايب اللي عم بتصير ويعني اذا صار هي ايربورن يعني اذا حدا انقطع فيك تلقطيها من ولد للثاني وبصير في شلل للاطفال انه كارثه بقى اليونيسف وكلهم صح. كل المنظمات الكبيره اليو ان اشتغلوا تم التركيز على تلقيح الاطفال كمان هون بوقتها وهون انت اشتغلت لدعمه كمان لدعمه وكان في مثلا كثير بتحكي اوقات العالم ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا بقى الانيميشن بتوصل لهم الخبر صح
صح بدون ما يضطروا يقروا. بدك تعرفي كيف تعمل الكونسبت لانه الفلايرز ما فيهم يقروا شو لازم يعملوا كذا. مزبوط. بنشتغل على الكونسبت لذيذ يعني. فكر يعني فعلا هذا الشيء بهيك يعني بيبسطنا وبيخلينا نحس قديش عندكم كمان مش بس حس سينمائي انما حس ايضا مع المجتمع والمسؤوليه الاجتماعيه اللي عم بتعيشوها. بفتكر بهالمنطقه بهالايام بفتكرنا لازم نروح صحيح اكثر على هالموضوع يعني. شكرا كثير شادي واهلا وسهلا فيك وكل التوفيق ان شاء الله لكل البروجيات اللي جايه واكيد شكرا كثير للمشاهدين. جوزيف بيجو شادي ميرسي بيجو غيدا. انا عادة بفقرة سينما بترك الحديث كله لغيدا بعرف قد ايه عندها الشغف ما بيجيني الحكي ابدا يعني بتسمع بستلذ بس ميرسي ميرسي هابي بيرثدي على جديد. ثانك يو حبيبي ميرسي. اشوف المشاهدين نهار الجمعة ان شاء الله الله رد. لكن المشاهدين كمل انا وياكم عالم صباح خليكم معنا بريك قصير وبعدها بنودع المتابعة.